السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما العادة الإخوان اللي كيسمع يطبي سانك سانك، يلا باش نشوف بعدا واش كاين الصوت ولا لا. يلا عفاكم، اللي عنده الصوت يطبي سانك سانك. السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة اللي ما كتبانش ليه السبورة مزيان، راه بطبيعة الحال أمور خارجة عن الإرادة. علاش؟ حيت دابا الشركات ديال إنوي، اتصالات المغرب، أورانج، ملي عرفوا بنادم راه مزير بالكونيكسيون وكا يلاه نقصوها، هما بقى لك غير اعطيوك فاور. إيوا شنو غدير؟ هادشي اللي كاين. نتمنى ان شاء الله تدوز هذه الحصه، يعني تكون الكونيكسيون مزيانه شويه باش كلشي يستافد ان شاء الله تعالى، حيت هاد اليومين هادي ناقصه شويه. يلا نتسناو واحد 3 دقائق، واحد 3 دقائق باش يلتحقوا الاخرين ونبداو في الدرس ديالنا ديال حساب التكاملات، كالكول دي زانتيغرال. وي غنشرح بالعربيه حيت الاغلبيه ملي درنا التصويت كلشي صوت على العربية، حيت الأغلبية كيلقاو عاوتاني مشكل في ما عندهمش داك الإشكال ديال أنه ما كيفهموش العربية، لا العكس صحيح. علاش بدينا بالدرس ديال لي زانتيغرال ديال التكاملات؟ حيت غنحتاجوه في دراسة الدالة ملي غنبغيو نحسبوا المساحات وبزاف ديال الامور، يعني غنديروا الدور، غنديروا كل شيء بطبيعه الحال غنشرحوه. دابا انتم غير خصكم تتبعوا معايا. بالنسبه للدرس بطبيعه الحال راه انا شرحته في القناه ديالي مفصل، ولكن خصنا نخدموا بزاف ديال التمارين باش نضبطوا كل درس بوحده، حيت الرياضيات ما هي الا التمارين، يعني خصك تعطيها وقتها بزاف التمارين. ملي كتخدم بزاف ديال التمارين وتمارين متنوعه، يعني السهله المتوسطه الصعبه، راه صافي كتفهم الامور مزيان. بالنسبه للناس اللي كيصدعونا بديك القضيه ديال نمشي للطواليت وكا، راه داكشي ولا حامض صراحه، ما بقاش كيضحك. كان في الاول، كان قبل ملي يلا بدا هادشي ديال الانترنيت، كتشوف شي استاذ كيدير شي لايف ولا كيدير شي فيديو، انت ولفتي كتشوفه في القسم وكتقول ديك القضيه الاخرين على ظهر الاستاذ، ولكن دابا راه ولا داكشي حامض. كتشوف بنادم باللحيه ديالو، اقسم بالله راه شحال من واحد خديت الصوره ديالو نشرتها، كون هكا يكون بعدا شي برهوش، شي واحد عنده 12 عام 10 سنين وكتقول هذا سميتو السيد، راه كاع هادو اللي كيقولوا هاد القضيه هادي كتدخل البروفيل ديالهم كتلقى عنده اللحيه. اللي ولا يسر الامور، حنا متفاهمين هذا الشيء. هذا بنادم، هذيك فطره في الانسان، الانسان ديما كيبغي يدير شي حاجه حصريه باش يضحك الاخرين، هذا الشيء عادي، ولكن صافي وصلت واحد المرحله ولا داك الشيء حامض بزاف. يلا الاخوان كما قلت غير نتسناو 2 دقائق مازال باش يلتحقوا الاخرين ونبداو الدرس ديالنا ديال التكاملات، خصوصا هذا الدرس هذا كيلقاو فيه بزاف ديال التلاميذ المشكله. اتونسيون، يعني خصك تضبطو مزيان ديما عندك في الوطني. انتم دابا راه متبوعين بالوطني، راه يقدر الا ما رجعتش الدراسه مثلا، الا ما رجعتوش للقسم، واخا دابا راه كتقراو بحال الا راكم في القسم، وزارة اعتبر كتعتبركم دابا راه كتقراو ماشي في عطله. غير هو هذوك اللي كيقولوا راه ما غيكونش الوطني هكا، لا الوطني غيكون فوقته وغدوزوه باي طريقه، ولكن الفروض الوزاره غدير شي طريقه، اما الوطني غدوزوه ما يمكنش يضيع العام.
مرحبا بالسي سعيد أزالة، الأستاذ ديالنا ديال هادشي ديال التنمية البشرية، الدعم النفسي، وحتى هو إن شاء الله راه غيدير معكم شي حصة باش يشجعكم شوية إن شاء الله تعالى. صباح الإخوان، يلا يلا اللي كتبان ليه السبوري طابي 5 5، بلاتي ندير واحد التجربة شوفوا قاعد اف دو اكس واش كتبان مزيان ولا لا. يلا نتعنبوا عليكم شويه. يلا اللي كتبان لي الصبور عافاكم يطبي 5 5. صافي دابا مزيان. صافي مزيان، الله يسر الامور. يلا قبل ما نخدمو عفاكم واحد التمرين اللي ديجا كنت عطيتكم ديك الحصه، كنا ديك الحصه ولا اول لايف كنا درنا التذكير بلي بريميتيف، شنو هما لي بريميتيف بالعربيه، الدواء الاصليه. اوكي باش نعطيك واحد الفكره شنو كنعنيو بالدواء الاصليه عند الناس اللي عاد التحقوا، حيت كاين اللي مازال ما دار الدرس في القسم، كاين اللي مازال ما دار الدرس في القسم، وكاين اللي دار الدرس في القسم يعني ديجا هو عارف لي بريميتيف وداكشي كلشي. هنا سيدي كتكون عندك واحد الداله. اوكي هادشي غير شرح تبسيطي باش نعرفوا شنو كنقصدوا بالبريميتيف، بالداله الاصليه. اوكي شنو هي الداله الاصليه؟ ملي كنبغي المشتقه ديال اف بطبيعه الحال كتكون هي اف بريم، اف بريم دو اكس، يعني الديريفي ديالها، دوك القواعد ديال الاشتقاق. ولكن دابا شنو هي الداله الاصليه؟ كتقلب على شي داله مورا هادي، الا درتي لها المشتقه تعطيك هادي اللي كنرمزوا ليها باف كبيره. اوكي هي اللي كاينه هنا، يعني هي الاولى كنسميوها اف كبيره، هادي دابا كتسمى البريميتيف ديال اف، الدالة الأصلية ديال اف. علاش؟ حيت هاد الدالة هادي اللي درت ليها البريم خصها تعطيني النتيجة هاد اف هادي، ملي كتعطيك هاد اف صافي كتسمى البريميتيف. إذا هذا شرح مبسط فقط غير الناس الآخرين يفهموا، وهذه بطبيعة الحال الديريفي ديال اف، المشتقة ديالها. أوكي راه غنشرح بالعربية، راه دابا غير كتبت هاد البريميتيف بالفرنسي وصافي، غنكتب بالعربي. يلا الإخوان صباح كل شيء مستعد. يلا على بركة الله. غندير واحد التعريف بسيط جدا كيفاش كنحسبوا التكاملات، ونتحطوا على بزاف ديال التمارين باش نضبطوهم مزيان. اذا واحد التعريف، لا ديفينيسيون الاولى، تعريف سواء اف لتكون اف دالة متصلة على المجال اي و ا و ب عددين حقيقيين من هذا المجال اي. صافي واخا ما عنديش البلاصه فين نكتبها. ولتكون اف كبيره دالتها الاصليه، يعني البريميتيف ديالها،
على المجال اي. هاد جوج شروط ضروري. اذا قبل ما تدوي على التكامل، عفاك شوف، اذا قال لك الاستاذ او لا في شي تمرين حسب لي التكامل او لا حدد لي الداله الاصليه ديال شي داله، خص ضروري تكون ديك الداله متصله، هذا شرط اساسي. الا ما كانتش متصله على واحد المجال يعني ما عندهاش لي بريميتيف او لا الدواء الاصليه في ذاك المجال. هادشي علاش قلت اف متصله على هذا المجال، يعني صافي ذاك الشرط كاين. وهنا عاد قلت اف كبيره هي الداله الاصليه ديالها. اذا شنو هو التكامل؟ شنو هو التكامل؟ تكامل، تكامل الدالة F من A إلى B. شنو هو؟ يلا شي واحد يعطينا شنو هو التكامل من ديال F من A حتى ل B. اللي بغى يجاوب يصيفط رسالة صوتية في هذا الرقم، هذا 06 05 75 05 22، باش نستمعوا الأصوات ديالكم الجميلة. عاد نشرح لكم، يلا نشوف واش عقلتوا على شي حاجه درتوها مع الاستاذ ولا دوك الشروحات اللي شفتهم في اليوتيوب. يعني نورمالمون خصكم نتوما اللي تبقاو تجاوبوا، يعني انا نكون غير وسيط، نبقى نوريكم داكشي اللي ما عرفتوش. يلا الاخوه اللي بغى يجاوب، يلا نستمع للرسالة الأولى. أستاذ شرح لنا بالفرنسي. راه المشكل درت تصويت بحال الحصة الأولى، كنت كنكتب بالفرنسي هكا، ولكن الأغلبية كيقول لك عربي عربي، حيت في الرياضيات. شوف غنقول لكم واحد الحاجة، الرياضيات راه ما كاينش مشكل ديال اللغة. أنا دابا راه نقدر نشرح لكم بشلحة بشلحة في الحصة كاملة وغتفهم. علاش؟ حيت الرياضيات اللي كيفهم أو اللي كيكون مهم هو دوك الرموز الرياضية والطرق ديال الإجابة، واش مفهوم؟ يعني علاش دابا كنشرح بالعربية؟ حيت الناس ديال الفرنسي هما اصلا غيفهموا، ماشي بحال المواد الاخرين. الفرنسي خصك تشرح بالفرنسي والعربية تشرح بالعربية. دابا غنبقى نخلط، ماشي مشكل، غنبقى نخلط. يلا نستمع للرسالة الاولى. استمع للرسالة الاولى. اودي لا يدي شي وحدين كيصونيو سي غون اف دو اكس لا تيك دو ا بي او اف دو ايتيكال اف دو ا موان اف دو. لا ماشي ديك العلاقه، لا اعطيني واحد الجمله بسيطه بزاف. يلا نشوفوا اجابه اخرى باش ما نضيعوش الوقت. انا دابا غير عطيتكم فرصه باش نشوفوا. حسن جدا، سبقوا عليه، هي هذيك. نشوفوا اخر اجابه. ايوا انا اللي صيفطت دابا الرساله لراسي. اللي بغى يجاوب عفاكم ينقص الصوت ديال اللايف، راه ما كيتسمع والو. ويمكن قال الصديق ديالكم تكامل الداله اف من ا حتى لبي هو عدد الحقيقي، هو العدد الحقيقي. شنو هو العدد الحقيقي؟ اف دو بي ناقص اف دو ب دو ا، صافي. اي لو نومبر ريال اف دو بي موان اف دو ا، لا ديفيرونس بيناتهم، هذا هو اللي كيتسمى تكامل. ولكن دابا هذا عنده واحد الرمزة ولا واحد الكتابة أخرى، تلك بحيث، تلك كما قلت الرمز ديال الانتيغرال أو التكامل كنرمزو ليه بحال هكا، بحال شي زغبة مجبدة من أ حتى ل بي، من أ حتى ل بي، حيت قلنا من أ أو لا من أ إلى بي ديال إف دو إكس دي دو إكس. وهذه شحال كتساوي؟ كتساوي لي يا سيدي، هنا كنديرو اف دو اكس يعني البريميتيف ديال الاف من ا حتى لبي، واللي كتساوي اف دو بي موان اف دو ا. ما عندك فين تجلى، ديما ملي كتبغي تحسب تكامل ديال شي داله كتطبق هذه العلاقه الوحيده اللي عندك
كتخدم بها في جميع التمارين في جميع الوضعيات بطبيعة الحال، وكاينين فقرات اخرين. صافا الاخوان يلا اللي فهم الدقاش هذا دي طابي 5 5 قبل ما نمسح، يلا باش نمشيو للتمارين، نمشيو للتمارين بطبيعة الحال. استاذ كيفاش كتصيفط الرسالة الصوتية؟ ها هو الرقم الفوق ديال الواتساب، كتصيفطوا لينا الرسائل الصوتية وكندوزوها. يلا الاخوان صافي مزيان، غنديروا اكزومبل. اكزومبل مثلا غنقول لك حسب ليا هاد الانتيغرال هذا اللي هو من 0 حتى لواحد، مثلا 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 ديال اكسبونونسييل دو اكس ديفيزي باغ اكسبونونسييل دو اكس بلس 1 دي دو اكس. يلا شي واحد يصيفط رسالة صوتية، اعطينا شنو هي البريميتيف ديال هادي، وشحال لقى في النتيجة البريميتيف، وشحال لقيتي في النتيجة، جوج حوايج. اوكي علاش؟ حيت ملي كنبغيو نحسبوا شي انتيغرال ديال شي دالة كدوز من هاد المرحلة الأولى عاد المرحلة الثالثة اللي هي الحساب، وما تعطينيش بالفصيلة، الحساب ما كنديروهش بالفصيلة، هو صحيح ولكن غير ما كنديروش بالفصيلة. إذا شنو قلت لكم؟ شنو عطيتكم دابا؟ عطيتكم هادي، أنتم غتعطوني هادي عاد هادي. يلا نصف دقيقة للتفكير، سهل صراحة. يلا قبل ما نمشيو لدوك لي زانتيغرال اللي فيهم شوية الخدمة، غنبداو من السهل للصعب باش كلشي يفهم. زيد زيد زيد، يلا شكون اللي بغى يجاوب؟ الشمس العشية. يلا نشوفوا إجابة أولى. اكسبونونسيال اكس هي اكسبونونسيال اكس زائد واحد بريم، غيكون عندنا الانتيغرال من صفر لواحد اكسبونونسيال اكس زائد واحد بريم على اكسبونونسيال اكس زائد واحد دي دو اكس. الأصلية هي ln ديال اكسبونونسيال اكس زائد واحد، إلا بينا نحسبو غيكون عندنا ln ديال e أوس واحد زائد واحد ناقص ln ديال e أوس صفر زائد واحد، e أوس صفر هي واحد. الجواب هو ln ديال e زائد واحد ناقص ln ديال جوج. الين ديال او زائد واحد ناقص الين ديال جوج. اوكي نشوفوا رساله اخرى ياك. المهم الاخوان راه شوفوا باش ما تقولوش هذا راه كيتعنب ولا غير كيدوز البنات ولا هكا، راه كندير يدي بحال هكا اللي جات فيه، واش مفهوم؟ يلا هي ال اكسبونونسيال زائد واحد ناقص ال جوج الين اكسبونونسيال زائد واحد ناقص جوج. نشوفوا اخر اجابه، اخر اجابه. هاد الانتيغرال عفاكم ردوا معايا البال، راه تعطى في بزاف ديال الوطنيات، يقدر تعطاني في 2019 واقيلا فاش تعطى ولا 2018، المهم ما عقلتش بالضبط. استاذ فادي غادي نديروا الداله الاصليه ديال داك التعبير باش تعطينا اي بريم على اي، وعاد غادي نحسبوا اف لي بي ناقص اف لي ا. اوكي يلا هذا سهل ما فيهش شي حاجه صعيبه، غير هو عفاكم كاين بعض الاساتذه كيفرض عليك باش تبين بعدا ان هذه متصله على اش من مجال دابا كندويو عليه 0 1 يعني 0 بلس انفيني. هاد الداله هادي متصله فعلا في 0 بلس انفيني، متصله على اغ بالخصوص 0 بلس انفيني لانها خارج دالتين متصلتين. حنا دابا اللي كيهمني هو الطريقه ديال حساب التكامل. دونك هاد التكامل هذا غنجي لهنا غندير ا اللي كيساوي الانتيغرال من 0 حتى لواحد ديال اكسبونونسييل دو اكس ديفيزي باغ اكسبونونسييل دو اكس بلس 1. دابا خصني البريميتيف ديالها، البريميتيف ديالها غنخلي بلاصتها حتى نلقاها نخليها. غنجي لهنا اش من قاعده غنستعمل؟ ديك القاعده ديال اي بريم على اي. اشنا هي البريميتيف ديالها؟
الدالة الأصلية ديال U بريم على U هي الآلان القيمة المطلقة ديال U زائد C بطبيعة الحال، غير هو في التكامل ما كنديروش C إلا لاحظتوا هنا، كندير F دو X ولكن ما كنديروش زائد C. إذا أنا بانت لي هذه القاعدة هذه غنستعملها في هذه بطبيعة الحال. إذا شنو غتعطينا؟ عندك إكسبونونسيال دو إكس على إكسبونونسيال ديال إكس زائد واحد، هي في الحقيقة إكسبونونسيال زائد واحد بريم على إكسبونونسيال زائد واحد بطبيعة الحال. علاش؟ حيت البريم ديال الفوق راه كيعطيك إكسبونونسيال، غير عوضت هذه بهذه. علاش لو سيور او بريم على او شحال كتعطينا؟ اذا البريميتيف هي الالان قيمه المطلقه ديال اكسبونونسيال زائد واحد، ولكن بما ان اكسبونونسيال زائد واحد موجب بلا ما ندير القيمه المطلقه، غنجي لهنا وغندير الالان بلا القيمه المطلقه زائد واحد من صفر حتى لواحد. واحد الخطا عفاكم الاغلبيه كيديروه في الوطني او لا في شي تمرين ولا في شي فرض. شنو هو الخطا هذا؟ كاين اللي كيدير سيدي ولكن ما تعاودوش، كاين اللي كيدير اف ديال واحد ناقص اف ديال زيرو. واخا قلتها في الخاصيه، امتى غنديروها؟ حيت هذه ما سميتهاش اف، هذه داله ما عندهاش السميه، ما عطاوناش السميه ديالها، اذا ما من حقيش ندير اف ديال واحد ناقص اف ديال زيرو، كنعوض ديريكت حتى يعطيوني هذيك سميتها اف ولا جي، عاد كندير جي ديال واحد ناقص جي ديال صفر ولا اف ديال واحد ناقص اف ديال صفر على حسب السميه ديال الداله. اذا انا غنعوض ديريكت، الا عوضت بواحد لي زيكس غتعطيك الالان ديال او على بويسونس ان اللي هي او بلس ان موان او اس زيرو هي زيرو او لا هي واحد، واحد زائد واحد هي جوج، اذا الالان ديال جوج. هنا باقي عندي الحق باش نستعمل واحد الخاصيه، شناهي؟ او زائد واحد على جوج، الين دو ا موان الين دو بي هي الين دو ا على الين دو بي. غنعطيكم واحد المثال اخر نفس القضيه، ولكن دابا غندير على بويسونس دو، هذا عاوتاني تعطى في واحد الوطني. دابا حنا غنخدموا دوك الامثله اللي كاينين في الوطني، من بعد راه كما قلت غنمشيو لدوك اللي عطيتكم في السلسله، وغنمشيو من السهل الى الصعب حيت التكامل مهم. يلا اللي بغى يجاوبنا يصيفط رساله صوتيه. كيفاش غنديروا لهاد المثال هذا؟ فيه اس اثنان في المقام، يلا يلا الاخوان. راه كاع هادوك اللي كينشروا استاذ بغيت التواليت، راه كاين الادمين كياخذ الصوره ديال البروفيل ديالهم وسميتو واللين ديال البروفيل باش يتنشر بعد الحصه، كلشي غيتنشروا في البروفيل ديالي في الحائط ديالي ان شاء الله. باش نديروا لهم شويه الاشهار باش يتعرفوا، حيت كتلقى بنادم راه كيما قلت عنده الحياة تقول هذا راه عندو ولادو كا سميتو كتلقى باقي مبرش. هادشي علاش قلت لكم في ديك الحصه راه صحاب الست 96 اللي كانوا كيوقفوا حدا الثانويات مع السته راه تحنصروا دابا في هذه القضيه هذه، ملي تحبست القرايه والله الا تحنصروا راه تعذبوا مساكن. شنو كيديروا دابا؟ كيمشيو كيقلبوا على شي حصص مباشره باش يبانو زعما سميتو، حتى هما عندهم ديك القضيه ديال كاين التعليم عن بعد وكاين التحرش عن بعد، حتى هما كيوقفوا 96 عن بعد دابا، ولكن ماشي وقتها هادي. يلا ندوزو سميتو الاجابات ديالكم. يلا دوزو الإجابة الأولى. هذيك الدالة كتكتب على شكل أو بريم على أي أو سي اثنان، يعني الدالة الأصلية ديالها هي ناقص واحد على أي على أو، يعني تولي ناقص واحد على إكسبونونسيال إكس زائد واحد. نشوفوا إجابة أخرى، يعني كل مرة غنشوف ثلاثة الإجابات. بالنسبة
على هذا المثال غادي نطلعوا داك المقام اللي فوق، غادي تولي تك ا تساوي تكامل من صفر حتى لواحد ديال اكسبونونسييل دو اكس فوا اكسبونونسييل دو اكس زائد واحد اس ناقص جوج، والبريم ديال اكسبونونسييل اكس زائد واحد هو اكسبونونسييل دو اكس، دونك غتولي عندنا اكسبونونسييل اكس زائد واحد بريم فوا اكسبونونسييل اكس زائد واحد لكل اس ناقص جوج، وغادي نستعملوا تلك القاعده ديال اف بريم فوا اف، دونك هي اف اس ان زائد واحد على ان زائد واحد. اوكي، اذا كما سمعتوا يعني الاغلبيه ديال الاجابات، هاد الجوج اجابات دابا اللي دوزت يعني صحيحه. نشوفوا اخر اجابه، السلام عليكم، واش يمكن نديرو تغيير متغير بحال هكا ولا كي؟ السلام عليكم، هذاك التعبير في المقام غادي نطلعوه للبسط، غتولي عندنا هي الاكسبونونسي ديال اكس في الاكسبونونسي ديال اكس زائد واحد الكل اس ناقص جوج، من بعد غادي نطبقو خاصية ديال اي بريم في اي، من بعد غادي يعطينا سميتو غادي تعطينا الدالة الأصلية ديالو هي واحد على الاكسبونونسي ديال اكس زائد واحد، من غادي نديرو التعويض داكشي غتبقى لينا النتيجة في الأخر هي واحد على الاكسبونونسيال وعلى الاكسبونونسيال زائد واحد ناقص واحد على جوج. اوكي، غير هو التغيير المتغير اللي قلتي لا، هنا ما نستعملوش التغيير المتغير. دونك عافاكم شوفوا معايا باش نحسب عاوتاني، هادي خاصني البريميتيف ديالها يعني الداله الاصليه، وكاين اللي ما عارفش الطريقه. هنا غنستعمل واحد القاعده، اشنو هي هذه القاعده؟ البريميتيف او الداله الاصليه ديال اي بريم فوا اي اس ان اللي درنا داك النهار هي اي على بويسونس ان بلس ان ديفيزي بار ان بلس ان بلس سي بطبيعة الحال. امتى كنخدموا هذه القاعدة بالضبط؟ راه واخا عندي تما البسط والكسر او لا البسط والمقام، واخا عندي البسط والمقام ما غنستعملش اي بريم على او، علاش؟ حيت الاس ديال المقام فيه اس 2، كون كان اس 1 غنخدم اي بريم على او اللي هي الالين ديال القيمة المطلقة ديال او، ولكن بانت لي تما اس 2 اذا غنخدم هذه. يلا ردوا معايا البال باش تعرفوا كيفاش نتعامل معاها. اكسبونونسييل زائد 1 اس 2، هاد اكسبونونسييل هادي غنخليها وغنطلع داك اكسبونونسييل زائد واحد الفوق، غتولي اس ناقص جوج. من بعد الى حسبت البريم لهذا اللي بين قوسين، البريم ديريفي ديالو شحال غيعطيك؟ اكسبونونسييل. اذا غنعوض اكسبونونسييل زائد واحد بريم اكسبونونسييل زائد واحد اس ناقص اثنان. علاش لو سيور عاوتاني؟ باش نلقى اي بريم في اي اس ان، اي بريم فوا اي اس ان. اذا شنو هي الداله الاصليه؟ يلا زيد من هنا لهنا، غندير اكسبونونسييل زائد واحد اس ناقص واحد، حيت ناقص جوج ناقص جوج زائد واحد هي ناقص واحد، على ناقص واحد. وديك الساعات الا بغيت نقاد الحساب ماشي مشكل، صافي. واللي كتعطينا نيت شحال؟ هاد ناقص هذا غيطلع للفوق، وهاد اس ناقص واحد غينزل لتحت، يعني غتعطيك واحد على اكسبونونسييل زائد واحد من صفر حتى لواحد. يلا شي واحد يعرفكم يعطينا الحساب، ولا نحسبوها ديريكت؟ هادي سهله. الا حسبت الصوره ديال واحد غتعطينا ناقص واحد على او زائد واحد، ناقص مع هاد ناقص غتولي زائد الصوره ديال صفر، شحال غتساوي؟ واحد على جوج. يلا اللي فهم هاد العجبه هادي طبي 5 سنت باش نمشيو لحوايج اخرين. اذا كما قلت راه بديت من السهل الى الصعب، ياك كنبداو دابا من السهل حيت كاينين تلامد لا الرسميين لا اللي دايرين بكالوريا حره ما فهموش هاد الدرس هذا، حيت مازال ما وصلوا ولا شي حاجه بحال هكا. امسح هنا. فهاد الحصه كما قلت الاخوان غنخدموا مجموعه من التمارين ديال التكاملات، وغنخدموا ايضا المساحه والحجوم، خصوصا المساحه كتعطي لنا عاوتاني بزاف في الوطنيات، اي وطني مشيتي ليه كتلقى حساب المساحه. وبطبيعه الحال الا ما عرفتيش تحسب هاد التكاملات هادو راه ما تقدرش تلقى المساحه، حيت ضروري خصك تدوز من هاد المرحله ديال حساب التكاملات. يلا 5 5 الله يسر الامور.
دونك غنمشيو لمثال اخر. استاذ ما فهمتش القاعده اللي استعملتي حيت ما حضرتيش الحصه الاولى، داكشي علاش خصكم ديما تحضروا الحصص المباشره باش ما تضيع حتى شي حاجه. غنعاودها في شي مثال اخر ماشي مشكل. وحسب وحسب التكاملات التاليه، انا اعطيكم واحد التكامل عفاكم غتحسبوه نتوما من زيرو، من زيرو حتى بي على جوج ديال واحد على اكس اس 2 زائد جوج اكس زائد واحد او لا زائد اثنان. هذا كنت حطيته في السلسله اللي وريتكم داك النهار ياك. يلا شي واحد يعطينا كيفاش غنديروا لهذا التكامل هذا، يلا يفسر لينا كيفاش وشحال كتساوي النتيجه، يفسر لنا غير كيفاش غيلقى الداله الاصليه، غير الداله الاصليه. غندوز 6 ديال الاجابات. واش الحجم ما كيتحطش في الوطني؟ يقدر يتحط، ما عمرو تحط ولكن يقدر، حيت ما تقول في الوطني ملي شنو سميتو ملي كيقول لك راه كاين الدرس ديال التكامل، كاين التكامل يعني اي فقره يقدر يحطوها. يلا يلا الاخوان بارك من البي اش وداكشي ديال فيتامين سي وسميتو، حيت دابا كتشوف شي واحد حامض وعند بالو راه كيضحك البنات. يلا يلا مازال ما صار حتى واحد. شنو هي الطريقه باش غنلقاو البريميتيف ديال هادي الداله الاصليه ديالها؟ استاذ دابا كيفاش نلقاو الاستاذ ديالها؟ راه انا اللي سولتكم كيفاش غنديروا ليها، غنشرحها ولكن نتوما ديروا محاوله ديالكم. هاي هاي نقدروا نديروا الشقاق ديال التحت غادي تخرج لنا 4 ونقدروا نزيدوا نقصوا 4. نزيدو نقصو 4 ما كنظنش. لا 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 ماشي نديرو علاقات شر، لا علاقات شر لا. استاد نخلو هذيك يعني واحد على اكس كاغ بلس 2 اكس بلس 2 غنديرو غنطلعوهم الفوق، يعني الا درنا البريم دي كاري هي 2 اكس يعني خاصنا نقسمو على اكس زائد 2 يعني خاصنا نقسمو على جوج وغتولي هي اي بريم على اي على اي باردون. لا 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 ايوا حشومه هادشي، ما حتى واحد ما عطاني شي اجابه ولا بانوا لكم دوك الجوج الاولين ساهلين؟ الله يهديكم. نديرو ناقص ناقص واحد وغادي غتساوي لينا، غنخرج ديك ناقص برا غتولي ناقص واحد على اكس زائد جوج الكل اس 2. هاديك خلاص راه ديك كتساوي اكس زائد جوج الكل اس 2 نسيت نقولها، وغتساوي غنخرج ديك ناقص برا والدالة العكسية الدالة الأصلية ديالها هي واحد على
اكس زائد جوج اس اتنين، لا واحد على اكس زائد جوج صافي، وكنعوضو. نشوف وقيلا آخر إجابة قبل ما نشرح لكم الطريقة. لا لا استاذ غنديرو ديك ديال الطنجونط، حيت بحال الشكل ديال واحد على اكس زيد زيد وكاري زيد الله تقولها. ديك دوز اكس زائد جوج، واللي هي اصلا البريم ديال اكس وكاري زائد جوج اكس زائد جوج. قلتي شي حاجة طونجونت، شي حاجة بحال هكا. زيد زيد راه قربتي. شوفوا إجابة أخرى. غادي في المقام غادي نقصوا واحد ونزيدوا واحد، غتولي عندنا متطابقة هامة اللي الاشتقاق ديالها هو داكشي اللي في البسط. إيوا راه ما كملتيش، راه قربتي. أوه زيد زيد الله، نشوف شي إجابة تكون صحيحة يا رب. أستاذة غنعملو المقلوب ديال التعبير، غتعطينا إكس على بويسونس موان دو و دوز إكس على بويسونس موان زان بلوس دو على بويسونس موان زان، ونطبقو ديك القاعدة الأولى ديال بريميتيف، غنطبقو ديك القاعدة الأولى ديال بريميتيف ونجبرو بريميتيف ديالها. اسمحوا لي الإخوان نضرب واحد الكاس عاد نشرح لكم. يلا كلشي رد معايا البال عافاكم باش تعرفوا كيفاش تعملوا مع هذا النوع ياك. اذا هنا غنجي غندير ا كتساوي من صفر حتى ل بي على جوج، واحد اكس ار بويسونس دو بلس دو اكس بلس ان. مزيان. هنا سيدي غنحاول نخرج واحد القاعده، شوفوا معايا واحد القاعده راه درتوها في القسم في لي بريميتيف، كاين اللي ما غيعقلش عليها. اشنا هي هذه القاعده؟ الا عندك اي بريم على اي على بيسونس دو بلس ان، هذه البريميتيف ديالها هي ارك تونجونت. ارك تونجونت ديال اي زائد سي بطبيعه الحال. واش درتوا هذه القاعده في القسم ولا مازال؟ حيت كاين كما قلت كاين اللي مازال ما كمل الدرس، وكاين اللي خلى لي بريميتيف حتى يديرهم في الدوره الثانيه مع حساب التكامل. انا دابا غير بغيت نتاكد واش درتوا هذه القاعده ولا ما درتوهاش. ارك تونجونت شنو هي بعدا؟ ارك تونجونت، ارك تونجونت هي الداله العكسيه ديال التونجونت. واش مفهوم؟ هي الداله العكسيه ديال التونجونت. ايوا نكتبوا مثلا تونجونت اس ناقص واحد اللي هي الداله العكسيه، كنديرو ارك تونجونت. كاين عاوتاني ارك سينوس هي الداله العكسيه ديال السينوس، ارك كوسينوس اللي هي الداله العكسيه ديال كوسينوس. اذا اللي ما دارش مازال ما دارها يكتبها عنده في الورقه ديالو، يعني يدونها عنده. هذه هي الطريقه. اذا انا شنو اللي مطلوب مني؟ مطلوب مني باش نخرج من هذا التعبير، هذا نخرج منه هذه القضيه هذه. اوكي هذه القضيه باش نقول راه الداله الاصليه هي هذه. اذا اول حاجه كتساوي من صفر حتى البي على جوج ديال واحد اكس زائد واحد اس اتنين زائد واحد. كاين اللي غيسولني علاش درت بالضبط هذه القضيه هذه، هنا راه كاينه جوج حيت جوج ياك، علاش درت اكس اس اتنين زائد واحد او لا اكس زائد واحد اس اتنين زائد واحد؟ علاش؟ حيت هاد جوج هذه هاد جوج هاي هادي في الحقيقه راه كتساوي واحد زائد واحد، واحد زائد واحد، وهاد اكس اس اتنين زائد جوج اكس زائد واحد راه هي متطابقه هامه صافي. ا زائد بي اس اتنين، وديك واحد اللي على برا هاهي. مزيان. دابا الا خديت البريم، الا خديت هذه اللي مرفوعه بالاس حسبت ليها البريم، بمعنى شكون هي اللي مرفوعه بالاس؟ هي اكس زائد واحد. شحال كتساوي البريم ديالها؟ كتساوي واحد، وانا ديجا عندي واحد في الفوق. اذا هاد واحد شنو غندير ليه؟ غنبدلو بهادي، غنبدل. اذا غتعطيك
تكامل من صفر حتى البي على جوج ديال اكس زائد واحد بخيم على اكس زائد واحد اس اثنان زائد واحد دي دو اكس. اه علاش لوسيور عاوتاني كاين طون وكاين ايزابيل. اذا هنا لقيت هذه العلاقه شنو هي الداله الاصليه؟ هي هذه الداله الاصليه ارك تانجونت. ارك تانجونت ديال اش؟ ديال اي. اي هي اكس زائد واحد. كتلعب لي الدور ديال اكس زائد واحد من صفر حتى البي على جوج. يلا الاخوان نتوما غتكلفوا لي بالحساب، اللي عنده اله حاسبه يحسب ولا نديرها ديريكت ماشي مشكل. المهم الا عوضت لي زيكس غتعطيك ارك ارك تانجونت بلا كاع ما تحسبوها بالاله الحاسبه، غتعطيك بي على جوج زائد واحد. هذه غنخليوها بحال هكا ناقص ارك تانجونت ارك تانجونت ديال واحد، حيت عوضت اكس بزيرو غتعطيك واحد. صافي هذه هي القاعده. يلا اللي فهم هذا العجب هذه طبي 5 5 باش ندوزو لحاجه اخرى وسجلوا عندكم ديك القاعده حيت كاين اللي اول مره غيشوفها. ارك تانجونت كما قلت حيت سولني واحد شنو هي ارك تانجونت، هي الداله العكسيه ديال التانجونت. عوض لي نكتبوا، راه عندكم حتى في الاله الحاسبه الا بغيتي مثلا تحسب ارك تانجونت ديال واحد كدير تانجونت اس ناقص واحد، راه عندك اس ناقص واحد ديال واحد. مزيان طلعنا كلشي واضح. دابا نشوفوا امثله اخرى. انا نعطيكم عاوتاني واحد التمرين من السلسله اللي ديجا كنت عطيتكم. سمحوا لينا الاخوان حيت ضروري خص الصبوره تكون نقيه. بابي تواليت راه ما كنشريش على شي حاجه اخرى، كنشري غير على ود الصبوره. غتحسبوا لي يا سيدي التكامل من صفر حتى ل واحد، أولا من واحد حتى ل أو ديال جوج أس إكس ناقص تلاتة أس إكس. شوف راه كاين عاوتاني اللي غينكر كاع واش شاف شي حاجة اللي هي عدد أس إكس. شوف لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. عدد أس إكس راه هي الدالة الأسية للأساس أ، فونكسيون إكسبونونسيل دو باز أ، راه شفتوها في القسم مع الأستاذ ضروري كيديرها. سير شوف الدفتر ديالك. كلشي عند جميع الشعب، كلشي حتى ليكونومي راه عندهم ليكسبونونسييل دو باز ا. يلا اللي بغى يجاوب عفاكم يصيفط رساله صوتيه نسمعوا الصوت ديالو الجميل الرنان. شوفوا شنو غتعطيونا في الداله الاصليه. هي صراحه والله الا سهله باش ما تصدموش ملي غتلقاوها في الوطني تقول لا راه ما عمرنا شناها ولا. يلا زيد فالتكامل هذا غندخلو الاكس بو والالان. اكسبول الين ولكن ما فسرتيش لينا، خص تفسر الاخرين بحال اللي كتشرح للاخرين. انا راه فاهمه ولكن الاخرين بحال كتشرح للاخرين كما قلت. استاذ في هذا المثال غادي نردو جوج اس اكس، غادي نردوها هي اكسبونونسييل اكس الين جوج، وبالنسبه ل 3 اكس 3 اس اكس غادي نردوها هي اكسبونونسييل اكس الين 3. والداله الاصليه ديال اكسبونونسييل اكس الين جوج هي 1 على الين جوج اكسبونونسييل اكس وناقص واحد على الين 3 اكسبونونسييل دو اكس، وغادي نعوضو. احسنت صحيح كما قال هاد التلميذ هذا
تشوفوا إجابة أخرى. غتعطيك غير انتيغرال ديال 1 سيغ ال ان 2 فوا 2 على بويسونس اكس موان 1 سيغ ال ان 3 فوا 3 على بويسونس اكس دو لانتيغرال 1 او. انا دابا فسر لي غير البريميتيف، البريميتيف خلي لانتيغرال حتى من بعد زعما الحساب وداكشي. دونك غادي ندخلو ليكسبونونسيال الالين رجع نفاتك جوج اكس جوج اس اكس غتولي ليكسبونونسيال ديال الالين جوج اس اكس وغادي ننزل ديك اكس وغادي تعطينا غادي نحسبو غادي تعطينا النتيجة. اوكي يلا غنشرحها لكم يلا غير دمعي البال دمعي البال. ايوا شنو غنقول لكم؟ ايوا يا حميد هاد القضية هادي راه ديجا شرحتها في اليوتيوب اوكي باش ما يقولش شي واحد لا راه ما عمرنا شنا ولا سميتو. كاين اللي الاستاذ ديالو وصل هاد الفقرة هادي كاين اللي مازال، ولكن كلشي راه عندك في اليوتيوب، عندك في الحصص المباشرة اللي كيقدموا اساتذة اخرين، يعني مجموعة من الاساتذة كيقدموا حصص مباشرة اخرى وكيشرحوا الدروس بطبيعة الحال. اذا انت ما عندكش مبرر باش تقول لا راه ما عرفتهاش ولا اول مرة كنشوفها، حيت شفت بعض الكومنتير قال لك هادشي كاع ما كاين في الرياضيات. شوف غنعطيك واحد القاعده الاولى في البريميتيف. شنو هي البريميتيف ديال الاكسبونونسييل على بويسونس ا اكس بلس بي؟ يعني الاكسبونونسييل ديال شي حدوديه من الدرجه الاولى. هذه قاعده معروفه في الرياضيات وديجا شرحناها، هي نيت ولكن كنقسموا على العدد اللي حدا اكس زائد سي، اولا كنكتبوا واحده على ا في الاكسبونونسييل ديال ا اكس زائد بي. هذه الاولى، هذه قاعده غنحتاجوها. عندك القاعده ديال الداله الاسيه للاساس ا، بمعنى ا اس اكس بحال مثلا ديك 2 اس اكس 3 اس اكس 4 اس اكس، هذه يمكن لي نكتبها بشكل اخر. شنو هو هذا الشكل؟ اكسبونونسييل الين ا اكس. علاش؟ حيت الاكسبونونسييل مع الالين كيتقصى، يعني بحال ما درت والو. من بعد غنطبق واحد القاعده اللي هي اكسبونونسييل، غنزل داك اكس وغنضربو في الالين ديال ا. اذا دائما ملي تيكون عندك عدد اس اكس كتحولها لهذه الكتابه هذه، راه بحال بحال هذه هي نيت هذه. اذا غندير نفس القاعده واحد حتى الاو ديال 2 اس اكس 3 اس اكس دي دو اكس، واللي كتساوي من واحد حتى الاو ديال او او الاكسبونونسييل اكس الين ديال جوج ناقص اكسبونونسييل اكس الين ديال ثلاثة. اذا عقلوا عليها عافاكم مزيان، دائما ملي كيكون عندك عدد اس اكس كتحولهم الاكسبونونسييل والالين. اذا شنو هي الداله الاصليه ديال هادي؟ ها علاش لو سير عاوتاني، هادي الداله الاصليه ديالها هي هادي. دونك باش تبان لكم مزيان غنبدا بهادي، هي نيت نفسها ولكن مقسوم على العدد اللي حدا اكس. شنو هو العدد اللي حدا اكس؟ هو الالين ديال جوج، راه الالين ديال جوج بحال قلتي ا في ديك القاعده، ناقص نفس الشيء بالنسبه لهذه نفسها ولكن مقسوم على العدد اللي حدا اكس اللي هو الالين ديال 3 من 1 حتى الاو. نقاد مازال الحساب قبل ما نعوض، غنقاد الحساب. هذه عاوتاني هذه غنرجع للاصل ديالها، هذه غنرجع للاصل ديالها، يعني هاد الفوقانيه غتعطيك 2 اس اكس على الالين ديال 2 ناقص نفس الشيء بالنسبه لهادي 3 اس اكس على الالين ديال 3 من 1 حتى الاو. راك دابا التعويض فيما بان لكش اكس عوضه باو ناقص الين ديال 1. غنمسح هنا ايلي ايلي يا مال حبيبي مال عليا. شنو هو التعويض؟ الى عوضت ب او غتعطينا جوج اس او على الالين ديال جوج ناقص 3 اس او الين ديال 3 ناقص غنعوض دابا بواحد واحد. الى عوضت بواحد غتعطينا جوج على الالين ديال جوج ناقص 3 صافي. وديك الساعات الا بغيتي تحيد الاكواس وتجمع وتقاد الحساب ماشي مشكل، نقادوها كاع بحال هادي وهادي عندهم نفس المقام، يعني غتولي الين ديال جوج اس 2 ناقص جوج زائد
هذه وهذه غتعطينا سيدي 3 ناقص 3 اس او على الالين ديال 3. صافي هذه هي النتيجه الاخيره. الا بغيتي تحسبها بالاله الحاسبه ماشي مشكل. اللي فهمت تقاش راه طابي 5 5. المهم الاخوه نعاودنو، راه هادشي اللي شرحنا لكم باش ما تمشيش حتى الوطن وتحط ليك ولا شي حاجه وتقول لي راه ما عمرنا شفنا هادشي. حيت اسهل حاجه يقدر يديرها التلميذ هي نقرا شي حاجه قراها الاستاذ. تحية الأستاذ شاربوش دابا اللي كيتفرج فينا مؤسسة اقرأ. صافا الإخوان، دابا غنمشيو للسلسلة اللي كنت عطيتكم كما قلت، نمشيو نشوفوا واحد المثال آخر، نمشيو لواحد المثال بسيط بزاف ونشوفوا شحال غتلقاو فيه. ها هو ثم ها هو من واحد حتى لربعة، ربعة على جذر إكس ناقص واحد ديدو إكس. ربعة على ناقص واحد ديدو إكس. يلا اللي بغى يجاوب يصيفط لنا رسالة صوتية باش نستمعوا الإجابة ديالو. يلا بالزربة. استاذ خلي لي الوقت نكتبو، راه الا سميتو راه ما عمرنا يعني غنتعطلو بزاف في الحصه. خصنا هاد الحصه هادي، انا الهدف ديالي من هاد الحصه نخدمو بزاف ديال التكاملات ياك، بزاف ديال الاوضاع باش الحصه الاخرى ملي غنبدا في دراسه الداله ولا في الحجوم ولا في المساحه وداكشي ما تلقاش باقي مشكل. واش مفهوم؟ هادشي علاش كندير كل تكامل بوحدو. يلا احترموا الاذان، احترموا الاذان، راه كيود نداو. يلا واحد 10 دقائق عافاكم باش اللي بغى يصلي ولا شي حاجه ونتلاقاو ياك 10 دقائق. يلا يلا نخليكم واحد 10 دقائق عافاكم، كل واحد يمشي يصلي، خليو غير دوك البراش اللي كيقولوا في نمشي للطواليت وكاري، خليهم بوحدهم يناقشوا. هادوك صراحة كاين هادوك البراش صراحة كينفعوا صحاب الروتين اليومي حيت كيرفعوا في المشاهدات، ولكن حيت هادوك بحال هاد البراش هادو كيستغلوهم دوك اللي كيبغيو المشاهدات، ما كيبلوكيوهمش هكا. يلا في أمان الله، واحد 10 دقائق ونتلاقاو.
السلام عليكم مرة أخرى. أسكتا سميتك. يلا يلا نسمعوا الإجابات ديالكم كما قلت نكملوا. يلا يلا نستمع للإجابات كما قلت. بالنسبة للدالة الأصلية ديال هاد الأربعة على جذب إكس ناقص واحد، هي غنطبقو ديك العلاقة ديال ديك الخاصية ديال واحد على جذر إكس، اللي غتولي هي اثنان الخاصين ديال إكس موا إكس. هادي هي الدالة الأصلية اللي غتعطينا، اثنان جذر إكس ناقص إكس. اوكي نشوفوا اجابه اخرى. ديك المقام نضو متطابقه هامه كجوج نضوها زائد واحد ونضو هذيك. الاجابه خاطئه، نشوفوا اجابه اخرى. الطريقه ديال U فوا U بريم غتعطي لنا 4 فوا إكس أس ناقص 1 على 2 فوا إكس بريم ناقص 1، والبريميتيف ديال هاديك راه هي 4 فوا 4 فوا 2 فوا فوا جذر إكس ناقص إكس، هادا هي البريميتيف ديالها. يلا غتنتابعو معايا عفاكم ياك. صافا نديرو ديك 4 على جذر إكس كتساوي هي 4 مضروبة في ناقص 1 على 2 ناقص إكس، دي دو إكس كتساوي التكامل من 1 من 1 حتى 4. بريم ديال شنو ديال 4 مضروبة في 1 على 1 على 2 مضروبة في 1 على 2 ناقص إكس دي دو إكس كتساوي هي التكامل من 4 من 1 حتى 4 ديال 8 جذر إكس ناقص إكس، كتعطينا في الأخر من بعد الحساب تعطيك 5. واش أنت جالس في الطواليت وكتصيفط لينا الإجابة ولا شنو؟ راه الصوت كيتعاود، الصدى عندك الصدى تما. يلا بالنسبة لهذه أول حاجة عافاكم غنقادوها ياك، غنقادو مزيان هذا الجذر ديما كتحولو للأس. شنو هو الجذر بالأس؟ مثلا جذر أ راه هي في الحقيقة أ أس واحد على جوج على بويسونس ان دومي. مثلا جذر جوج مثلا هي جوج اس واحد على جوج، اذا داكشي اللي غندير لهاد اكس هذا غنحولو الاس واحد على جوج. واحد على اربعة اكس اس واحد على جوج زائد او لا ناقص واحد دي دو اكس. من بعد واحد حتى الاربعة هاد اكس اس واحد على جوج غنطلعو الفوق غتولي 4 في اكس اس ناقص واحد على جوج ناقص واحد. حتى لهنا مفهوم الاخوان؟ حتى لهنا مفهوم؟ مزيان. اوكي اذا كما قلت هنا غنطبق القاعدة. اش من القاعدة بالضبط؟ هاد القاعدة هادي اكس اس ار الاصليه ديالها هي اكس اس ار زائد 1 على ار زائد 1 بطبيعه الحال زائد سي، ولكن غير في التكامل هو ما كنكتبوش زائد ديك الثابته. اذا الداله الاصليه هذه ثابته 4 اكس اس 1 على 2 مقسوم على 1 على 2، هذه هي القاعده كما قلت لكم كتزيد الاس واحد وكتقسم ناقص اكس. علاش بالضبط ناقص اكس؟ حيت حسب القاعدة ديال الدرس الدالة الأصلية ديال عدد أ هي أ إكس، إذا حنا عندنا أ هي واحد، هي واحد، إذا واحد في إكس هي نيت إكس، داكشي علاش قلت واحد هي إكس، وكنعوض أولا غنقادو الحساب هو الأول، نقادو هاد القشر هذا،
هادي مع هادي غتعطيك 8. اكس اس واحد على جوج غنرجع للجذر، جذر اكس ناقص اكس. هاد الطريقه سهله بزاف، راه كاينه طريقه اخرى. اذا الصوره ديال 4 شحال غتعطيك؟ جوج في 8 هي 16. المهم غنحط كل حاجه بلاصتها ياك، 16 ناقص 4 باش ما نتلفش، ناقص وغنفتح القوس، راه كاين اللي ما كيديرش القوس، 1 يعني 8 ناقص 1، وفي الاخر غتعطيكم 5 كما قلتو. يلا عاودوا الحساب شوفوا واش داكشي نيت 5 ولا لا. راه خرجنا اصلا 4، يقدر تخرج 4، لا في الاول يعني خارج التكامل، لا حيت هي مضروبه غير في اكس، كون كانت حتى مضروبه في داك واحد هي. صباح الاخوان، يلا استاذ عماد راه قال لك ما غايجيش الحصه. وي ما غايجيش، راه مشى مع اختك، داكشي علاش ما غايحضرش معنا الحصه ديال اليوم. اذا غنمشيو لتمرين اخر او لا سؤال اخر هنا. هنا عندي التكامل من او حتى او لا من جوج حتى الاو ديال واحد على اكس في الالين دو اكس، جوج حتى الاو واحد على اكس في الالين دو اكس. هذه عاوتاني راه تعطات في بزاف ديال الوطنيات عفاكم ياك. يلا فكروا فيها بما انا نكتب لكم التمرين في السبوره، فكروا فيها. اللي بغى يجاوب عفاكم يعطينا رسالة صوتية كيفاش غنلقاو البريميتيف ديالها. صافا الاخوان يلا دقيقة. استاذ عندنا واحد غادي نفرقوهم، غادي نديرو واحد على اكس في واحد على الين دو اكس. واحد على اكس هي الين بريم دو اكس، دونك غادي تولي عندنا الين بريم دو اكس على الين دو اكس. الداله الاصليه ديالها هي الين القيمه المطلقه ديال الين دو اكس. اوكي نشوفوا اجابه اخرى. استاذ الفوق غادي نقسمو على اكس، والتحت غادي نقسمو على اكس، غادي تختز لينا لتحت اكس مع اكس، غيبقى لنا واحد على اكس مقسوم على الان دو اكس. تنعرفوا ان الداله الاصليه ديال الان دو اكس هي الاشتقاق ديال الان دو اكس هو واحد على اكس. وغادي نخدمو بديك الطريقه ديال او بريم على او بريم على او تتساوي الان ديال القيمه المطلقه ديال اكس. اوكي يلا باش ما نضيعوش الوقت عفاكم نصح ديريكت، هادي سهلة يعني ماشي شي حاجة صعيبة. جوج حتى الأو كما قال الصديق ديالكم غنفرقوهم ياك، غندير واحد على أو لا ندير واحد الطريقة أخرى باش تبان لكم حسن مزيان.
هنا بحال الا غنقسم على اكس ونقسم داك واحد على اكس، يعني غتعطيك واحد على اكس ياك، الكل على الالين دو اكس، راه بحال هاد الكتابه، بحال هاد الكتابه، غير هنا بحال درت المقلوب وجا المقام عند المقام. البريم ديال الالين شحال كيساوي؟ البريم ديال الالين معروفه واحد على اكس، وهنا عندي ديجا واحد على اكس، اذا غنعوضوها شحال غتساوي؟ تكامل من واحد حتى لو الالين بريم دو اكس على الالين دو اكس. هنا عاوتاني عندي واحد القاعده في البريميتيف ولا في الدور الاصليه، شنو هي هذه القاعده؟ اي بريم على او، البريميتيف ديالها هي الالين القيمه المطلقه ديال او زائد سي. اذا انا دابا عندي هذه، يعني غتعطيك هذه الالين بريم على الالين، الالين هي اللي كتلعب لي الدور ديال او، يعني غتعطيك الالين قيمه مطلقه ديال او، شنو هي؟ او بريم على او اللي هي مثل الالين، الالين الوسط ديال الالين، راه ماشي مشكل، من جوج حتى لو. وغنحسب، الى حسبت الصوره ديال او، الصوره ديال او، الالين ديال او هي واحد، والالين ديال واحد هي زيرو، اذا غتعطيك زيرو الصوره ديال او، ناقص الصوره ديال جوج، الين جوج، الين جوج، وهنا غنحيد القيمه المطلقه حيت موجب داك الالين جوج. في الاخر غنلقاو ناقص الالين جوج اللي هي الالين ديال واحد على جوج، كنديرو المقلوب باش نحيدو داك ناقص اللي حدا الالين، ديما الى عندك ناقص حدا الالين كتشقلب داك الداخل، داكشي علاش درت واحد على اثنان. يلا اللي فهم هاد العجبة هادي طبي 5 5، كنمشيو لحاجة أخرى. نمشيو لتمرين اخر قبل ما نمشيو للمكمله بالاجزاء بطبيعه الحال، حيت هي اللي مهمه عاوتاني في هذا الدرس، خصنا ضروري نفهموها مزيان ديك المكمله بالاجزاء. نعطيكم واحد المثال، اش من مثال، هذا المثال ها هو هذا، اوكي يلا غنكتب لكم داك المثال في السبوره باش يبان عندكم وتفكروا فيه واحد الدقيقه ونشوف واش غتلقاوه ولا لا. هو كاين اللي غيخلعو من النظره الاولى ولكن راه ساهل بزاف. شنو هو هذا المثال؟ هذا كما وريتكم اكس موان لاغاسين كاري دو اكس فاكتور 1 بلس لاغاسين كاري دو اكس ديفيزي بار دو اكس لاغاسين كاري دو اكس. يلا الاخوان خذوا ورقه وستيلو حسبوا لي هذا التكامل هذا واللي لقى النتيجه يعطينا شحال. يلا سهل كما قلت، عندكم دقيقه. السطر الاخير خطا، لا راه الصوره ديال او راه كتساوي زيرو، حيت الالين في وسط الالين، الالين الاول كيعطيك واحد، الالين ديال او هي واحد، والالين ديال واحد زيرو، داكشي علاش قلت زيرو. بالنسبه لسميتو فعلا هذيك النتيجه الاخيره اللي كنت درت هنا، عفاكم شوف، حيت عندك ناقص الالين، غير ما رديتش البال، الالين ديال جوج ياك، هكا اللي عندي. اذا ملي غندير المقلوب غيتحيد هذا الناقص، ولكن غتولي الالين واحد على الالين ديال جوج هكا.
ديك جوج ديروا ليها الالين غير نسيتها. اخر مثال اللي درنا دابا اسامه ما كتبانش السبوره الكونيكسيون داكشي في الاتصال ماشي يعني خارج عن الاراده بطبيعه الحال. وي كيما قلت لك راه غير نسيت ديك الالين ما درتهاش لديك جوج. صافي يلا شي واحد يعطينا الاجابه ديال التكامل اللي عطيتكم. نستمع للرسالة الأولى. فانت كما غادي نخرجو ان دومي وغادي نعملو باسين دو اكس غادي تخرج لينا اكس موان زان على اكس ومن بعد غادي نديرو اكس على اكس موان زان سو اكس وغادي نخرجو. غنديرو مكاملة بالأجسام غنديرو نضع أو بريم دو إكس كتعطينا واحد على إكس أو في دو إكس كتعطينا واحد على الإلين ديال إكس أو أو دو إكس راه غتعطينا الإلين دو إكس أو في بريم دو إكس غتعطينا واحد على إكس الإلين دو إكس. لا لا أنا ما غنستعملش المكاملة بالأجزاء عادي. بالنسبه لهذا التكامل هذا غادي نديرو واحد على اكس الان دو اكس كتساوي لينا واحد على اكس كنعرفوها بها اللي الان البريم الان بريم ديال اي. تخربق عندك شويه الصوت. اخر اجابه غتولي عندنا غتولي عندنا هي واحد على اكس على الين دو اكس اللي غتولي هي اي بريم هي اي بريم على اي هي في الاخر تعطينا الالي تعطينا الين دو اكس ديال الين دو اكس ولا ديال الين. كيما قالوا الاخوان كاين اللي عنده صحيح كاين اللي ما عندوش صحيح الطريقه ديالو. دونك هنا اول حاجه غنشر الفوق غنشر اسهل طريقه غتنشر نديرها شويه بشويه اكس في واحد اكس اكس في هادي اكس جذر اكس هادي عاوتاني في الاخرى هي ناقص جذر اكس ناقص جذر في ناقص اولا في زائد هي ناقص اكس حيث الجذر والاستثنان هي اكس مزيان على داك المقام. تبان معايا مزيان ندير شي خطا عفاكم الا نسى شي حاجه. اول حاجه عاود ثاني غندير هادي مشات شتي قلت لكم راه سهله. شنو غيبقى لك في التالي؟ اكس جذر اكس ناقص جذر اكس على جوج اكس جذر اكس دي دو اكس. عقلت على واحد القضيه اللي كنت ديجا كنقولها ا زائد بي على او شحال كتساوي هي ا على او زائد بي على او يعني يمكن لك تفرق عليهم المقام. ايوا داكشي اللي غندير هنا ماشي شي حاجه غريبه ولا شي حاجه اول مره غتشوفوها. واحد حتى لربعه هادي على نفسها شنو غيطرى؟ غيمشي اكس مع اكس وغيمشي الجذر مع الجذر وغتبقى لك ان دومي واحد على جوج. هادي اللي عطيتها المقام غتمشي الجذر مع الجذر وشنو غيبقى لك؟ واحد على جوج اكس. احنا دابا بسطنا يعني شنو درنا؟ جينا من هنا حتى هذه البسيطه
من بعد غنلقى البريميتيف باش تبان لكم عاوتاني مزيان، غنمسح باش تبان لكم مزيان، غنعمل بواحد على جوج. الا بغيت نعمل بواحد على جوج مزيان، بغيت نخليها كل وحده بوحده مزيان اللي يعجبك. انا مثلا غنعمل بواحد على جوج، واحد حتى لاربعه ياك، يعني غتبقى لك واحد ناقص واحد على اكس. وهنا عندي الحق باش نخرج واحد على جوج مور التكامل، حيت عدد حقيقي ثابتة كونستانت حسب الخاصيات. يلا نقلبوا على البريميتيف، ولكن ديما كنضرب في هذا واحد على جوج، واحد على جوج يمكن لك ديرها على برا بنحقك. البريميتيف ديال واحد هي اكس، والبريميتيف ديال واحد على اكس هي الالين ديال اكس، هادو معروفين مزيان. دابا غنحسب الصور، ولكن ديما عندك تغفل على هاد واحد على جوج، واحد على جوج غتضرب فيها كامل هاد القشر هذا. الصورة ديال أربعة، أربعة ناقص الألين ديال أربعة. الصورة ديال واحد غنفتح الأقواس، المهم هذا القوس ديالو ها هو، والآخر ها هو واحد. الألين ديال واحد زيرو، إذا غتبقى لك واحد. صافي غنحيد كاع هاد الأقواس هادو. شنو غيبقى لك في التالي؟ التالي غيبقى لك واحد على جوج، أربعة زائد واحد أولا ناقص واحد هي ثلاثة، ناقص ألين ديال أربعة. وخلي هاد العجب هذا كما هو بلا ما تشطر ولا تزيد عليه شي حاجة، لا دير شي خطأ ويعطيك الأستاذ زيرو. صافا الإخوان مزيان، شوفوا لا ندير شي خطأ في الحساب، واش الحساب هو هذاك مزيان. صافي يلا يلا اودي هادوك البراش الله يهديكم. عرفتي دابا هادو اللي كيحسبهم راه مطورين وكيضحكوا كيبغيو سميتو كيكتبوا شي حاجه زعما تكون باش يثيروا الانتباه، هادو عرفتي شحال تاع السبان كيديو والديهم والله العظيم. حيت اي واحد شنو كيقول ملي كيشوفهم؟ راه ما كيسبهمش، هما كيقول الله ينعل لي رباك. هما دابا راه كيجمعوا عرفتي شحال تاع الدعاوي ديال الخايبين لوالديهم، الله يكون في العوان والله كيبقاو فيا بزاف بحال هاد هاد النوع هادو. هما داصرين هاد المرحله هادي ديال المراهقه عادي جدا، كلشي دزنا في هاد المرحله هادي، ولكن راه عرفتي شناهي تبقى تجمع السبه لوالديك راه اخيب حاجه في الدنيا، عوض لا تفرحهم وسميتو قاعد كتجمع السبان. راه شي اي واحد كيكتب شي حاجه خايبه راه الاخرين كيسبوه، واخا غير في خاطرهم كيقولوا الله ينعل لي رباه، الله ينعل والديه، الله ينعل. وشوف شوف انت والله الا تبقاو فينا صراحه، هما راه عند بالهم راه كيديروا شي حاجه واعره واعرين بزاف، ولكن هو مزيان تكون حامض ولكن ماشي ديما، مره راه بحال الاستاذ نيت في القسم بعض المرات كيقول شي نكته حامضه وكتشوف القسم كامل وكيضحك كيتفرشخ بالضحك. علاش؟ حيت طامعين في ديك جوج النقاط، ماشي حيت قال شي حاجه كتضحك. اي والله يسر الامور ماشي مشكل، غير نتوما هذوك اللي عندهم البكالوريا وسميتو متبعين بالامتحان ما ديوهاش فيهم. يلا يلا نوريكم اخر مثال قبل ما نمشيو للمكامله بالاجزاء. المثال الاخير نشوفوا شي مثال اللي سميتو يعني اللي
يلا غتخدموا لي هاد جوج امثله. اخر مثالين قبل ما نمشيو للمكامله بالاجزاء اللي هي فوقاش غنستعمل المكامله بالاجزاء. واخا غنشرح هاد جوج امثله، غندوز هاد جوج امثله ونوريكم امتى بالضبط. حيت صراحه دائما خصك تخدم بالمكمل بالاجزاء من هنا لقدام، يعني كي بزاف التمارين خصوصا في الوطنيات كيعطيك ديما المكمل بالاجزاء، يعني اجبار وضروري خصك تعرفها. يلا يلا شي واحدة يعطينا الرقم او لا الحرف ا، داك التكامل الحرف ا، يعطينا غير شنو غنديرو في البريميتيف، يعني في الداله الاصليه البريميتيف ديالها. شنو هي البريميتيف ديالها؟ رجع لي فيديو ديالو بالتكامل، هذاك اللي من الاساس ا. كيفاش للاساس ا؟ انا ما كاين حتى شي اساس ا اصلا. لا انا ما كاينش المكمله بالاجزاء، عفاكم مازال حتى نشرح لكم امتى غنستعملوا المكمله بالاجزاء ونشرح لكم الطريقه ديالها عاد نخدموا عليها. دابا غير نساو المكمله بالاجزاء. في المثال الاول والى حسبنا الشقاق لهذاك التعبير اللي كاين في المقام غنلقاو داك التعبير اللي في البسط، وغادي نطبقوا الخاصيه ديال اي بريم على اي، جينا هي الالين ديال اكسبونونسيال ديال اكس، المهم داك التعبير اللي في المقام. اما في المثال الثاني غنديروا ثاني ونفس الطريقه، غنحسبوا الشقاق على داك التعبير اللي في المقام، نلقاوه هو الناقص السينوس، حنا عندنا السينوس غنضربوا في الناقص، غنديروا الناقص الناقص السينوس ديال اكس، ونطبقوا الخاصيه ديال اي بريم على اي. اه نمشيو لاجابه اخرى. واحد انا نيت ما فهمتش شنو قلتي، يعني التعادل بجوج. سد داك المثال الاول راه هو غادي تساوي لنا الين ديال الاكسبونسيال اكس زائد الاكسبونسيال اس ناقص اكس، وغنعوضو وغنلقاوها. يلا الاخوان يلا فعلا هاد الاولى هادي اش من قاعده غنستعمل اي بريم على اي، غنعاود نكتبها باش الناس اللي ما عقلوش عليها. اي بريم على اي الاصليه ديالها هي الالين قيمه مطلقه ديال اي، هادي قاعده ديجا كنا شرحناها. دونك غنجي لهنا غندير من زيرو حتى لواحد اكسبونونسيال اكس موان اكسبونونسيال موان اكس ديفيزي باغ اكسبونونسيال دو اكس بلس اكسبونونسيال موان اكس. اذا ديما عفاك ملي كيكون عندك البسط والمقام والمقام الاس ديالو واحد بحال هذا كتفكر في هذه القاعده اوتوماتيكيا، ولكن يكون عندي الاس ديال المقام هو جوج ولا اربعه ولا ثلاثه ولا سميتو ماشي هذه القاعده هذه. اذا وريتكم دابا الطريقه ديالها. غناخذ داك الاس او لا داك المقام بريم غنحسبو المقام بريم شحال كيساوي، نشوف شحال كيساوي المقام بريم. هذه كتساوي نيت نفسها، ولكن هاد اكسبونونسيال ناقص اكس هي ناقص اكسبونونسيال ناقص اكس. علاش؟ حيت عندك واحد القاعده اكسبونونسيال ديال داله البريم ديالها كناخذوا داك الاس بريم في الداله نفسها بطبيعه الحال. دوك الشروط ضروريه يعني اي قابل للاشتقاق الى غير ذلك. انا دابا غير كنعطيكم القواعد ديريكت باش نطبقوهم. داكشي اللي درت، الا خديت هاد الاس بريم يعني ناقص اكس بريم في الاكسبونونسيال ناقص اكس غتعطيك ناقص واحد صافي. وهنا عندي هاد التعبير شنو غندير، غنبدلو غتعطيك تكامل ولا الانتيغرال من زيرو حتى لواحد ديال اكسبونونسيال دو اكس زائد اكسبونونسيال ناقص اكس بريم على اكسبونونسيال دو اكس زائد اكسبونونسيال ناقص اكس. وها علاش لو سيور باش نلقاو هاد القاعده. اذا البريميتيف ديالها هي الالين لا فالور ابسولي ديال اكسبونونسيال بلا ما نديروها حيت هذاك التعبير موجب، اذا اكسبونونسيال بلس اكسبونونسيال ناقص اكس
من واحد او من زيرو حتى لواحد. من بعد غنحسب الصور، الصوره ديال واحد كنعوض لي زيكس بواحد، غتعطينا الالين ديال او زائد الين ديال او اس ناقص واحد، اكسبونسيال ديال ناقص واحد ناقص الالين ديال جوج. علاش قلت جوج؟ حيت او على بويسونس 0 هي واحد، او على بويسونس 0 هي واحد، واحد زائد واحد هي جوج صافي. و الا بغيت باقي نقاد الحساب غتعطيك الين ديال اكسبونسيال بلس اكسبونسيال موان زان ديفيزي باغ دو، يعني القاعده ديال الين، الين دو ا موان الين دو بي هي الين دو ا على الين دو بي. الا بغيتي باقي تبان على الاستاذ راك واعر، غتقد باقي ديك او على بويسونس موان زان، يعني غتعطيك واحد على او، واحد على او وتوحد المقامات الى غير ذلك صافي. يلا نمشيو للمثال الاخر. تقريبا نفس الطريقة، نفس الطريقة. علاش دخلتي الالين؟ ها هي القاعدة، داكشي علاش دخلنا الالين، البريميتيف هي هادي. داك المثال بي من زيرو حتى بي على جوج ديالاش سينيس دو اكس على كوس. المهم انتم عفاكم عقلوا غير على القواعد بزاف ديال الدور الاصليه، الا كتلاحظوا راه ما يمكنش تحسب التكامل بلا ما تعرف كيفاش تحسب الدور اولا كيفاش تحدد الدور الاصليه. هذه عاوتاني شنو غندير؟ ديما الا عندك شي حاجه على حاجه والاس ديال داك المقام واحد، كتاخذ داك المقام حسب ليه البريم ديالو، احسبوا البريم ديال المقام. شحال من واحد غيغلط فيها؟ شنو هو البريم ديال المقام؟ يلا شو واحد يعطينا في التعاليق البريم ديال المقام، زيد نشوف شنو هو البريم ديال المقام. الي ويدادي استاذ بغيت نمشي للتواليت. اودي عرفتك بغيتي تبان عميق ولكن راه الله يلا العفو. دابا هذا الا دخلتي للبروفيل ديالو راه غتلقى السيد راه وصال يكون عنده ولاد ويبقى يشري لي كوش وكا باقي مبرش والله العظيم. شحال البريم؟ شحال سينيس ولا ناقص سينيس؟ راه هنا فين كاين، فين كاين المشكل؟ في الديريفي كنمشيو اتجاه عقارب الساعة، وهنا فاش كيغلط الأغلبية. اتجاه عقارب الساعة الكوس هي ناقص سينيس وواحد هي زيرو. هنا كاين واحد المشكل. شنو هو هذا المشكل؟ هذا انا ما عنديش ناقص هذا السينوس ولكن لقينا هنا ناقص، اذا انا غنزيدها من عندي. شنو غندير بطبيعه الحال؟ راني زدت ناقص ولكن خصني نزيد حتى واحد ناقص اخر باش يكون التكافؤ اللي هو ناقص السينوس زائد واحد. دابا هذا ناقص السينوس غنحيدها ونحط بلاصتها هذه بي على جوج ناقص كوس بريم مزيان. وصلت عاوتاني لهاد القاعدة. شنو هي دابا الدالة الأصلية؟ الدالة الأصلية سيدي هي ناقص الآلين كوس القيمة المطلقة كوس دو اكس زائد واحد من صفر حتى بي على جوج. إلا عوضنا بي على جوج كوس ديال بي على جوج هي زيرو، غيبقى لك واحد، الالين ديال واحد هي زيرو، فهاد ناقص هي زيرو نيت ناقص الصورة ديال صفر
كوس ديال صفر هي واحد ياك، هي واحد ناقص ديال خاصية مع ناقص غتولي زائد الالين واحد زائد واحد هي جوج. صافي هذا هو الجواب. صافا الاخوان يلا اللي فما تقاش راه طابي 5 5 باش ندوزو دابا لحاجة اخرى. طونجونت اوكي غندير يلا داك المثال ديال طونجونت، ما عرفتش شكون اللي قال طونجونت في الكومونتير، نشوفوا كيفاش غنديروا ليه. ونتمنى كلشي يجاوب. من صفر حتى البي على 4 طونجونت السيتنان دو اكس. يلا كلشي ياخذ ورقه وستيلو يجاوب، عندكم جوج دقائق بالحساب. اللي لقى الجواب يصيفط لنا رساله صوتيه على الرقم اللي عندكم في السبوره ديال الواتساب، وبطبيعه الحال اللي ما دوزناش الاوديو ديالو يسمح لينا حيت الالاف ديال الرسائل كيوصلوا، راه وريتكم الجانب ديال الرسائل كيفاش كيكون. سهلة صراحة سهلة، ماشي شي حاجة زعما صعيبة بزاف، فكر غير شوية. غنديروا المساحة كلشي غنديروه حنا دابا راه شوية بشوية، حيت اصلا نتوما دابا ما كتقراوش في القسم، يعني عندكم الوقت الكافي تنظم البروغرام ديالك هكا. يعني حنا مازال بانين فين، حيت اصلا بقى في السنه التكامل والمعادلات التفاضليه والهندسه الفضائيه والاحتمالات، وملي غنساليوهم غنعاودو عاوتاني من الاول وغنخدم معاكم عاوتاني الوطنيات. يعني ملي غنخدموا الوطنيات غنبقاو نجاوبوا عليهم من الاول حتى الاخر، من 2002 حتى 2019. دابا انا اللي كيهمني غير هذا الدرس هذا ديال التكامل، حيت كيلقاو فيه التلاميذ بزاف مشكل، هادشي علاش كنتمشى فيه شويه بشويه، حيت الهدف ديالي هو كلشي فهم. ديك الساعات ملي غنخدموا شي حاجه شامله راه غنبقاو نزربوا حتى في الاجابات، حيت ديجا شفنا هادشي. لا اللي بغى يجاوب يصيفط رساله صوتيه باش يفهموا الاخرين، بحال اللي غيشرح للاخرين. يلا الإخوان ما زلت أنتظر. طونجونتوس ناقص واحد، لا خطأ. الو استاذ
كما نزيد واحد وننقص واحد، ومن بعد تعطينا طانجونت ناقص واحد الدالة الأصلية. شوفوا إجابة أخرى. عندنا ديك طانجونت أوس إتنان غتساوينا سينوس أوس إتنان إكس على كوسينوس أوس إتنان إكس، بالتالي ديك سينوس ديك سينوس ديك كوسينوس أوس إتنان بريم. زيد زيد كمل كمل. ما تم اودي كيصوني، وهذا هو المشكل كيقطعوا لينا راه هاد النمره هادي ماشي ديال الصوني، تعافاكم ما تبقاوش تصونيو. طانجونت اكس نعملو طانجونت اكس. داكشي كلشي عندك طانجونت طانجونت طانجونت. استاذ غادي نديرو غادي نزيدو واحد ونقصو واحد، نديرو طانجونت اوس تي دو اكس زائد واحد ناقص واحد. طانجونت اوس تي دو اكس هي طانجونت بريم دو اكس. اوكي غنشوفو اخر اجابه قبل ما نمشيو لحاجه اخرى. القيمة المطلقة ديال كوسينوس اكس أس 3 على 3. هي والله يهديك الله يهديك. هو آخر إجابة حيت تقريبا واحد اللي عطاني الطريقة. غادي نزيد واحد ونقص واحد، باش لي واحد زائد طونجونت أخرى إكس اللي هي الدالة الأصلية زائد طونجونت إكس. اودي المشكلة دابا شحال من واحد كيصوني كيقطع لينا الاوديو، راه قلنا لكم اصاحبي بلا ما تصونيو، واش مفهوم؟ يلا شوفوا معايا، شوف الاغلبية راه قال الطريقة نزيد ونقص. انا نقول لكم علاش، زائد واحد ناقص واحد شحال كتساوي البريم ديال الطونجونت؟ البريم ديال الطونجونت شحال من واحد نسيت عليه شافها من سيزيام ولا من سانكيام ولا هادي يا سيدي كتساوي طونجونت اوس تي اتنان زائد واحد، اولا بديك الطريقه الاخرى واحد على كوس اوس تي اتنان بحال بحال، يعني حنا غنخدمو بهادي. اذا انا كنلاحظ بانه راه انا فعلا عندي ديك المشتقه، باش كنعوضها نرجعها لهادي، اذا تعطيك صفر تل بي على جوج اولا بي على اربعه، ياك بي على اربعه ديال طونجونت بريم، راه كيما قلت لكم غير بدلت ناقص واحد. دابا شنو هي الداله الاصليه؟ الداله الاصليه الداله الاصليه سيدي ملي كيكون عندك شي حاجه بريم كتحيد البريم، راه يمكن دير من هنا لهنا، يعني الداله الاصليه ديال هادي شنو هي؟ هي طونجونت طونجونت دو اكس مزيان ناقص الداله الاصليه ديال واحد ديال عدد هي اكس. نعاودها، علاش قلت اكس؟ حيت عندك واحد القاعده ا هي ا اكس، واحد هي واحد في اكس، صفر حتى البي على 4 كتساوي الصوره ديال بي على 4 طونجون ديال بي على 4 كتساوي واحد ناقص بي على 4، يعني كتعوض لي زيكس بي على 4. دابا غنعوض بزيرو، طونجون ديال زيرو هي زيرو، اكس حتى هو زيرو، وتبقى لك واحد ناقص بي على 4 في الاخير. يلا اللي فهمها يطبي 5 5. صافي استاذ مشى الصوت، واش ما كيتسمعش ولا شنو؟ هادي حتى هي ردوا معايا البال ديال الطونجونت اوس تي اتنان، عفاكم ردوا معايا البال، راه كيما قلت هادشي كلشي راه يقدر تلقاه في الوطني ولا
ولا حتى في لي كونكور بزاف ديال الامور. لي كونكور اصلا غنخدموهم ان شاء الله من بعد. يلا سيدي، حيت اصلا سالت الوقت ديال الحصه، غنحبسو هنا. وان شاء الله بالنسبه للحصه الماجيه ان شاء الله راه غنكملوا الدرس، ياك غنوريكم شنو غنديروا في الدرس. غنديروا المكامله بالاجزاء، ياك حساب المساحه حساب الحجم باش نكملوا الدرس، وعاد غنبداو في دراسه الداله ايتود دي فونكسيون، وغنجمعوا كل شيء دقه واحده يعني في تمارين شامله. اذا نتمنى تستفدوا من هذه الحصه هذه ولو القليل، يعني انا الهدف ديالي غير تكون عندكم فكره كيفاش كنحسبوا التكاملات، حيت غنحتاجوهم في حساب المساحه وغير ذلك ان شاء الله. واسمحوا لينا بزاف الا كتقطع الكونيكسيون، راه هذا الشيء خارج عن الاراده. وما تنساوش راه كاينين حصص يوميا، ياك كاين الفيزيك المات كل شيء، راه البروغرام راه ديجا نشرته، حاولوا تشوفوه باش تعرفوا شنو عندكم غدا. يقدر غدا كاين الفيزيك واقيلا، ولا الفلسفه اللي كاينه واقيلا، ولا الفيزيك، الفيزيك اللي عندكم غدا. ايوا الله يسر الامور. راه الاساتذه كيجيو عندي للدار، اقسم بالله المدام راه صيفطها لدارهم غير على ودكم انتوما باش تخوي ليا البيت الاخرى. راه بيت الناس دابا راه درت فيها سبوره اخرى، والله العظيم جوج دابا بيوت درت فيهم السبوره، هادي البيت الرسميه ديالي، والاخرى اللي كيجيو ليها الاساتذه درت فيها السبوره الاخرى. ولكن للاسف كتشوف شي واحد كيقول لك باغي التواليت، ما كيخدموش بديك الجديه، ولكن هما ماشي تلامذ بكل صراحه، ماشي تلامذ، راه معروفين. كتدخل البروفيل ديالهم راه كتشوف سميتو يعني الصور ديالو، كتعرف شنو كيديرها اصلا العقليه ديالو. ايوا الله يسر الامور. يلا في امان الله الاخوان، اسمحوا لينا.